إذن نحن وياكم عودي لمتابعة عالم الصباح. كتير أقوال قالت وكتير أقوال أثرت بحياتنا فتشون عليها، وهذا سؤالي عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح. تابعونا عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي ورقم الواتساب 03-010-533 لأي اقتراح بتحبوا تقدموه لأخصائيين ببرنامج عالم الصباح، ونحن جاهزين لأنه نعرض ونعطيكم كل جواب لكل سؤال. رح نروح لعرض أزياء بالتعاون للأطفال، بالتعاون مع مركز سرطان الأطفال، مع هادية عالموضة. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم تحضرونا. اليوم حلقتنا مميزة وهي Shine with Hope. Shine with Hope النهار السبت اللي قطع كان في عرض مميز، وهو بصير لثالث سنة على التوالي مع شدر كانسر سنتر والأبسي. ليش شدر كانسر سنتر وشو قصدنا من شدر كانسر سنتر؟ مظبوط، مثل ما عم تسمعوا Shine with Hope هي المرضى تبعون شدر كانسر سنتر يلي بيزينوا الكاتوك، واكيد بالاشتراك من اطفال كمان منهم مرضى. بس الشغله الحلوه لنفرجيهم انه هن اطفال عاديين مثلهم مثل غيرهم، وفيهم يكفوا حياتهم حتى اذا انصابوا بمرض السرطان، فيهم يكفوا حياتهم العاديه مع كل الاشخاص المرضى ومش مرضى. Shine with Hope عرض كان كتير مميز، هيك نحس الإحساس الفرح كيف كل واحد بده يكون وتشاين مثل النجمة الحلوة، وكل واحد من الأشخاص تبعون شدر كانسر سنتر تميزوا بالأداء تبعهم. وهالسنة كان بالإضافة لعرض الأزياء كمان كان في الرقص اللي هو كمان كان Dancing with the Stars، بالإضافة لعرض الأزياء. العرض الأزياء كنت أنا مهتمة فيه، خاصة باختيار الأزياء والميكس اند ماتش من كل الأزياء. وكمان شغلة مميزة كمان كانت أنه أولادي كمان شاركوا لتاني سنة، وأكيد كانوا عذبوني شوي مثل العادة، بس كلياتهم كانوا مبسوطين، كلياتهم أطفال، كلياتهم عملوا أصحاب جديدة بطريقة مميزة كتير. خلينا ننتقل ونشوف سوا هذا العرض Shine with Hope اللي جرى بالأبسة أشرفية، وأكيد كل الأزياء اللي رح تشوفوها هي موجودة كلياتها بالأبسة أشرفية، وعدد كتير كبير من كمان البوتيكات والماركت اللي كمان بهيدا النهار وما زين لحد اليوم عم يعطوا برسنتج خاص، وكل الربح تبعهم رح يروح ريعوا لشدر كانسر سنتر. فلكل الاشخاص شو ما بتحبوا اشياء من العروض فيكم تروحوا على الابي سي تسالوا عن الكتالوج وتعرفوا شو هن الماركت يلي بسينا العارضين المميزين يلي اشتركوا بهيدا العرض من بالاشتراك من البيشنس تبعون شدر كانسر سنتر، وبنفس الوقت كمان اطفال عاديين من بيناتهم اولادي. خلينا ننتقل ونشوف سوا العارضين الستارز يلي كانوا عم بيضووا مثل النجمه ومع الامل الحلو لحب الحياه.
هون عم نشوف تيفاني ولونا اللي اشتركوا هالسنة مع شركة سنتر ليدعموا ويعطوهم هوب وفرح للولاد. هون كل الولاد في عدد كبير مثل ما عم نشوف هون على الشاشة الماركات اللي شاركوا. هون عم نشوف فستان من عند موناليزا, هون نيكولا اللي طلع عم بحي الجمهور ولابس من عند ديزاينر من ماركة جديدة بالأبسي. هون عم نشوف ليلى لابسة من عند IKKS. كلهم يعني عن جد هيك بتنبسط لما نشوف الاولاد وقديش كانوا الاولاد مبسوطين. وهون مسيو وليد حياتي, على فكره هذا الولد الوحيد اللي عم عملت له ريهرسل, طلع على الكات ووك بلا ريهرسل بالمره. وهون هذا كمان ابني ري اللي هالمره ما بعرف ليش وصار له شوي استحى. هون سعد شي كتير مهضوم من الفاشن تبع شدر كاسي سنتر, كتير مهضوم وعمل شي كتير حلو على الكاتوك. وهون كمان مريم من كمان شدر كاسي سنتر يلي كمان اشتركت لتاني سنة على فكرة بتكون موجودة وكانت كتير مبسوطة. هون مثل ما شايفين كل الولاد كانوا كتير مبسوطين بتقديم هذا العرض اللي بيصير لثالث مره بالاشتراك مع الابسي. هون سيلين لابسه من عند موناليزا, يعني كل الاولاد كانوا مبسوطين كتير. ومثل ما شايفين كمان الستايلينج للتياب تاعهم كتير حلوه. هون لابسه من عند سبدود وكمان كل ال كلهم كمان طلعوا وقدموا رقصات وكمان صار في أغاني مميزة كمان بالرقص وأغاني. كان يعني استعراض مميز بالإضافة أكيد للعرض الأزياء اللي شفتوه مميز كتير. فإذا هيدا كان شاينز with hope, الواحد انه شو ما كان في يعمل يلي بده اياه خاصة لما يكون ايجابي وبحب الحياة. فاذا بنتمنى كل التوفيق وبتمنى كل التوفيق لشدر كاسر سنتر وبقول لهم برافو على الشغل الحلو ويلي على مساعدة الاولاد يلي كمان بيعطون الايجابية الحلوة لالهم ولاهلهم وكمان اكيد للابسي لحتى يعملوا نجاح هيدا الايفنت. وكمان لانه نسبه معينه كانت عم تروح لشدر الكاسا سنتر بعد ما ينبيعوا التياب المميزين, خاصه عملنا ميكس اند ماتش من كل الموديلات الحلوه الموجوده بالابسي. وهيك بوصل لنهايه فقره على الموضه, واكيد بفقره على الموضه اكيد رح نخليكم اب تو ديت بكل شيء عم بصير من الاشياء الحلوه حتى تكونوا على اخر موضه. وبنفس الوقت كمان ما في احلى كمان من الواحد يعمل شوبينج فور جود كوز, يعني الواحد يتمتع بالشوبينج وبنفس الوقت بيكون عم بفكر انه عم بفيد كمان اشخاص محتاجين لعلاجات خاصه مثل شدر كاسا سنتر. ننتقل لعن جوزيف ليخبرنا شو في عنا بعالم الصباح. ثانكيو لك هاديه, طبعا كثير حلو اللي قدمتيه اليوم والتفاته رائعه من فقره على الموضه معك. دائما بكل شيء جديد نحن ناطرينك. اي مشكله بتصير بالحياه ما تكون هي سبب لانه ترجعكم لورا, خليها تكون سبب لتكون دافع لكم تتقدموا لقدام, لانه الحياه مثل ما بتعرفوا هي مدرسه بتعطينا دائما الامل من خلال العثرات اللي بنتعرض لها لنتعلم مره ثانيه ما نوقع فيها منغير الطريق. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم. ذكر انه كارلا هلا مبسوطه, كارلا اليوم مانا معي شيء اللي عندي. ها كارلا رح تكون معي اليوم, انت فكرت رح تكون بالمطبخ. اوكي خفيف نضيف مع كارلا بعد البريك.